مساء الخير. هذه ليست ضربة لماكرون وجبهته فقط، إنها ضربة لتاريخ فرنسا وإرثها السياسي والفكري كله. هكذا وصف كثيرون نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا يوم الأحد، وتمكن خلالها اليمين المتطرف من الحصول على 89 مقعدا في الجمعية الوطنية، أي ما يزيد على 15 ضعفا من عدد المقاعد التي كانت بحوزته قبل ذلك. فحتى الأمس كان لدى التحالف الذي تقوده مارين لوبين رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، كان لديها 8 مقاعد فقط، الأمر الذي جعلها تحتفل حتى الصباح. كيف لا وهي تحقق انتصارا لم تكن تحلم به قبل ذلك؟ المشكلة هنا ليست في أن المتطرفين سيكونوا بمقدورهم تعطيل برامج الرئيس ماكرون وعرقلة أي قوانين لا تناسبهم، بل ومن حيث المبدأ في حصول هذا التيار الذي كان قبل عقدين فقط مجرد ذكر اسمه يشكل عارا على فرنسا بلد التنوير والمساواة والإخاء على هذا العدد الكبير من المقاعد. لكن ألا يبدو التهويل والخوف من هذه النتيجة التي حققها اليمين المتطرف مبالغا فيه بالنظر إلى بقية النتائج والظروف التي جرت فيها الانتخابات؟ فأولا لا يجب أن يغطي هذا الجزء على كامل اللوحة التي تحمل أيضا عودة مظفرة لليسار بقيادة ميلانشو الذي حصل تحالفه على 135 مقعدا من أصل 577 مقعدا هو العدد الإجمالي للبرلمان. وثانيا ألا يعد التحالف الذي يقوده ماكرون يمينيا أيضا رغم ادعائه أنه من الوسط بدليل الرفض الأولي الذي عبر عنه الحزب الجمهوري معه من أجل تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة؟ وعلى ذكر الحكومة، فإن الهزة الأخرى التي أحدثتها هذه الانتخابات كانت في سقوط 5 من وزراء ماكرون خلال التصويت ليفقدوا مقاعدهم مع رئيس الجمعية الوطنية نفسه، ما أدى إلى تراجع حصيلة الماكرونيين إلى 245 مقعداً بعد أن كانوا نحو 290. يمكن لماكرون وحزبه وتحالفه أن يلقوا باللوم امتناع أكثر من 50% من الناخبين الفرنسيين عن التصويت في تسجيل هذه النتائج، لكن لا يمكنهم تجاهل أن الرئيس الشاب وتياره فشلوا في الاستجابة لما يريده الفرنسيون الذين يعانون اقتصاديا وعلى مختلف الصعد، ليأتي الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته كي يزيد الطين بلة. لكن أيا كانت الظروف، ورغم أن بقية التيارات لا تزال تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان الفرنسي، ألا يعد حصول اليمين المتطرف على هذا العدد التاريخي من المقاعد مؤشرا خطيرا جدا؟ ألا يجب على الوسط واليسار والجمهوريين التحالف لمواجهة صعود هذا التيار؟ أم إن الإسفين الذي دقه ماكرون بينه وبينهم وسعيه على مدار السنوات الماضية منذ عام 2015 لإقصائهم بل وتحطيمهم سيمنع خيامة مثل هذا التحالف ليكون المستفيد في النهاية هو اليمين والمتطرف؟ أم إن لدى اليسار الناهض من جديد ما يقوله في قادم الأيام؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي من باريس بالدكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كما أرحب بالأستاذ زيد العظم المحامي والباحث السياسي. مرحبا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور خطر أبو دياب. إذا ماكرون وائتلافه يخسر الأغلبية العظمى في الانتخابات البرلمانية الحالية التي جرت وصدرت نتائجها الأولية يوم أمس، ماذا تسمي هذه النتائج دكتور خطار؟ هل هي نكسة بحق الائتلاف الحاكم أم كما قرأها البعض ووصفها بأنها فشل بل وهزيمة للحزب للائتلاف؟ أحييك وأحيي فريق العمل في أورينت والمحاور الكريم وكل من يشاهدنا أو يتابعنا. أهلا وسهلا. يعني بالطبع أنها أكبر من نكسة، تراجع مدوي للرئيس إيمانويل ماكرون وفريقه، إعادة تشكيل المشهد السياسي
كأننا نعود إلى الجمهورية الرابعة مع انقساماتها وأحزابها. كان الهدف من تأسيس الجمهورية الخامسة مع الرئيس الجنرال شارل ديغول إيجاد أكثرية متصلة ما بين رئيس الجمهورية والشعب، ولكن مع الوقت بعد تعديل ولاية مدة الولاية الرئاسية وتخفيضها من 7 سنوات إلى 5 سنوات، تم تحاشي هذه المشكلة في أن تكون الأكثرية الرئاسية مثل الأكثرية التشريعية. لكن هذه المرة الناخب الفرنسي لم يمنح التفويض المطلق للرئيس إيمانويل ماكرون، منحه نصف تفويض، لأنه من خلال عدم تمكين فريقه من إحراز الغالبية المطلقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية كانت هذه رسالة وتصويت عقابي، لأنه منذ 2017 لم يلعب دور تجميع الفرنسيين كما وعد، لأنه أسهم عن قصد أو عن غير قصد في صعود اليسار المتطرف واليمين المتطرف. من هنا نحن أمام نوع من الانقلاب، وفي إعادة التشكيل هذه أيضا فشل من الشون الذي كان يريد فرض نفسه وزيرا أول، وفرض المساكنة أو التعايش على ماكرون لم ينجح، وأكبر دليل على عدم النجاح المستقبلي رفض الحزب الاشتراكي كما الحزب الشيوعي كما حزب الخضر أن يكونوا في نفس المجموعة البرلمانية، بل لكل فريق سيكون مجموعته البرلمانية. أما الرابح الأكبر في هذا الاختبار من القوة اليمين، فكانت السيدة مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني الذي وصل إلى حدود 90 نائبا لأول مرة في تاريخ فرنسا، يعني أن القوة المعارضة الأولى هي هذا اليمين المتطرف. طيب، كل هذا سيعقد أمور الحكم، سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار في فرنسا. سنتحدث بشكل مفصل عن من حققوا قفزات ونتائج غير مسبوقة في هذه الانتخابات، بس النتائج التي صدرت في الإعلام الفرنسي دكتور خطاب، دعني أسألك، هي نتائج نهائية؟ يعني خلص ائتلاف الحاكم 245 مقعد حزب. هذه نتائج نهائية صدرت بحدود الرابعة صباحا بتوقيت باريس ومن وزارة الداخلية. طب يمكن أن يكون هناك لغط مثلا حول العدد، هل حقق ائتلاف اليسار 131 أو 133؟ هذا لأنه هناك نواب من يسمون مستقلون يساريون، مستقلون يمنيون، مستقلون من الوسط، أو نواب إقليميين مثل نواب منطقة كورسيكا أو غيرها. ولكن في مطلق الأحوال النتيجة واضحة، عدم تمكن ائتلاف ماكرون المسمى معا من تحقيق أكثرية مطلقة، ولكنه حقق أكثرية نسبية، وهو بحاجة لحوالي 45-50 صوت من أجل إيجاد أكثرية وتشكيل حكومة فاعلة، وبالتالي تحالف مع أحد الكتل الفائزة. سأعود إليك دكتور خطار، أرجو بك البقاء معنا. أستاذ زيد العظم المحامي والباحث السياسي من باريس، أرحب بك معنا من جديد. ما الخيارات اليوم أمام ماكرون وائتلافه مع هذه النتائج وخسارته للأغلبية المطلقة؟ هل سيتحالف مع أحد، مع من سيتحالف، أم أنه سيبقى الوضع على ما هو عليه، وبالتالي حكومة أقليات كما توصف؟ مساء الخير لك عزيزي ولسادة الضيوف وللدكتور خطار. الحقيقة إذا بدنا نرجع للنتائج ونأخذها بلغة الأرقام، تحالف الأكثرية السياسية أنسامبل الذي يقوده بطبيعة الحال الرئيس ماكرون حصل على 245 مقعد، صحيح، يفصله حوالي 44 مقعد عن الأكثرية المطلقة. السؤال الآن، كيف للرئيس ماكرون أن يأتي ب 44 نائب يتحالف معهم من أجل تأمين أكثرية مطلقة لتشريع قراراته وإصلاحاته وكل الريفورم، المشاريع الإصلاحية التي يريد تطبيقها في فرنسا؟ من وجهة نظر أولى، دعنا نأخذ أكثر الأحزاب القريبة من الرئيس ماكرون ولندخل أيضا إلى تفاصيل تلك الأحزاب. جميع الأحزاب التي خرجت بالأمس بعيد إعلان النتائج، رغم أنها مختلفة في الخط والتوجه والرؤى السياسية، كانت جميعها تتشفى من الرئيس ماكرون.
إذا بقراءة أولى يمكن أن نقول أن الأحزاب على رأسها حزب فرنسا المتمردة بقيادة ميلانشون، وحزب الجمهوريين بقيادة كريستيان جاكوب، وحزب مارين لوبين قد تشفوا من إيمانويل ماكرون، وسمعنا منه لهجة التشفي والانتقام إلى آخره. طيب. ولكن ضمن هذه الأحزاب هل يوجد تكتلات أو شخصيات يمكن أن تتحالف مع الرئيس ماكرون؟ هذا وارد. حأعطيك أمثلة سريعة. مثل من؟ يعني إذا كانت إذا كان اليمين المتطرف بقيادة لوبين هذا صعب المنال، وقت الاتحاد الشعبي اليساري الاجتماعي الجديد يبدو أيضا من تصريحاته أنه يعني كتلة ومن المحال أن يتحالف معها ماكرون. بقي أمامه من؟ الجمهوريون، الحزب الجمهوري التقليدي وفاز ب 61 مقعدا، 61 نائبا. تمام، معقول. الحزب الجمهوري الان عمليا هو مكون من جناحين. جناح متطرف يقف على راسه لوران وكيز وعدد من السياسيين باتوا اكثر قربا من اليمين المتطرف، وهناك تيار اخر بقياده رئيس الجمهوريه الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي. الان السؤال من هل 61 مقعد ومن هل 61 نائب، كم يستطيع نيكولا ساركوزي أن يمون أو يؤثر على هؤلاء النواب من أجل بناء تحالف جديد مع الرئيس ماكرون؟ لم يعد سرا ولم يعد مخفيا منذ الانتخابات الرئاسية نيكولا ساركوزي لم يدعم مرشحة الحزب آنذاك فاليري بيكريس، ولا حتى في الانتخابات التشريعية بصورة خاصة دائرة باريس الرابعة لم يدعم مرشحة الحزب الجمهوري، بل دعم مرشحة الرئيس ماكرون. إذن في الحزب الجمهوري يمكن للرئيس ماكرون التعويل على نيكولا ساركوزي وجناحه. ليصور السؤال هنا من هل 61 نائب كم يستطيع نيكولا ساركوزي، على كم يستطيع التأثير؟ الجانب الآخر هو جانب اليساريين المعتدلين. قانونيا يستطيع أن يتحالف مع جزء من هذا الحزب، مع جزء من ال 61 نائب، ليس الكل. بالضبط، لأنه اليوم الديمقراطية الفرنسية هي ديمقراطية عددية، بمعنى أنه 289 أي قانون يريد ماكرون التصويت عليه هو بحاجة ل 289 صوت، بغض النظر منشأ هذه الأصوات أو التيارات السياسية التي تتبع إليها. هو الآن لديه 245، يريد 44. هذه 44 بتصوري الآن التكتيك أو خطة الرئيس ماكرون، كيف سيستطيع استقطاب يمينيين معتدلين وكيف سيستطيع استقطاب يساريين معتدلين؟ اليمين المعتدل أو اليمين الأقرب إلى نهج الرئيس ماكرون متمثل بنيكولا ساركوزي، ولكن في المقلب الآخر لنأخذ مشهد الحزب الاشتراكي البي اس، نحن بالتحالف الأخير تحالف ميلانشون مع الحزب اليسارية صورة خاصة الحزب الاشتراكي، كان في عديد من الشخصيات رفضت هذا التحالف، على رأسهم كازنوف، على رأسهم رئيس الجمهورية الأسبق أولاند. هؤلاء يمكن أن يشكلوا الآن كتلة قد تكون من 10 أو من 15 نائب يمكن الانضمام إلى تحالف الرئيس ماكرون. لا يمكن الآن الجزم بأنه هذا سيحدث، ولكن كما قال الدكتور خطار أبو دياب، طالما أن اليوم الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي قد رفضوا الاندماج في كتلة نيابية واحدة، هذا مؤشر على ما كنا نقوله سابقا، أن تحالف نوبس أو تحالف الأحزاب اليسارية هو تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي، بمعنى فقط الوصول إلى السلطة. طب الآن وصلوا إلى البرلمان، هل يمكن أن يخرج عدد من نواب بصورة خاصة نواب الحزب الاشتراكي ليتحالفوا مع ماكرون؟ هذا وارد. لذلك في اختصار سريع، يبدو لي أن خطة ماكرون اليوم ستكون مركزة حول استقطاب شخصيات معتدلة من الحزب اليمين وشخصيات معتدلة من حزب اليسار حتى يصل إلى 289 نائب. تقريبا كم نائب مستقل من العدد الإجمالي اللي هو 577؟ حوالي تقريبا 41. إذا بدي كلمة مستقل يعني بالمعنى الحرفي للكلمة، ليس مرشح عن حزب المستقلين. عفوا، ليس مرشح عن أحد الأحزاب اللي شكلت ائتلافات بشكل نظري 41 أو أحزاب صغيرة 41، لكن بالشكل العملي حتى ضمن المستقلين كان هناك بعض الأحزاب تدعمهم. يعني على سبيل المثال عندك أصغر نائب البرلمان الفرنسي مستقل، لكن كان مدعوما بشكل غير مباشر من جان لوك ميلانشون.
كما قلت لك بالنظري هناك 41 نائب لا يتبعون إلى الأحزاب السياسية، ولكن من الناحية العملية حتى من هؤلاء المستقلين هناك من حظي على دعم من الأحزاب السياسية. المهمة صعبة أم سهلة برأيك يعني، أو مقبولة موضوع؟ ليست مستحيلة ولكن ممكنة، ليست مستحيلة ولكن ممكنة، لأنه نيكولا ساركوزي ما يزال له، وإن كانت خفت حظوته وقدرة تأثيره على محاسبي الحزب الجمهوري، لكن يمكن أن تتم هذه التحالف. طيب من جديد إليك دكتور خطار أبو دياب، سأسألك عن بداية عن نسبة المشاركة 38% في الجولة الثانية، ألا تعد نسبة منخفضة قليلا، وما سبب عزوف الفرنسيين عن المشاركة في هذه الانتخابات إلى الحد الأدنى؟ من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية يمكننا القول أن حزب الممتنعين، حزب المتغيبين، هو الحزب الأول في فرنسا. يعني في الدورة الأولى شارك بحدود 48%، في الدورة الثانية 47%، 38%. هذه النسبة كانت على الساعة 5 مساء، هناك مدن تنتخب حتى 8 مساء، النسبة الإجمالية كانت 47%، وهذه من أقل النسب في تاريخ الجمهورية. وكأن البعض يريد عبر الامتناع التصويت العقابي أيضا، أو الرفض، أو الطلاق مع السياسة. هذه علة الديمقراطيات، يعني بلد مثل فرنسا يمكن أن يتعرض لابتزاز سياسي بالانتخابات. بلاد مثل إيران أو مثل الصين أو مثل روسيا لا يهمها، عندها الحكم ثابت. يعني هذه هي ضريبة الديمقراطية، فيها كذا اهتزاز وهكذا امتناع وهكذا عدم تحمل المسؤولية من قبل بعض الناخبين والمواطنين. بس أسألك أيضا عن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان، شاهدنا في الانتخابات الماضية الرئاسية أيضا حققت نتائج غير مسبوقة مارين لوبان، واليوم حزبها يحقق أيضا نتائج ويحصد مقاعد بشكل غير مسبوق منذ تأسيس الحزب ربما من السبعينات. لماذا يختار الفرنسيون بازدياد أو تزداد شعبية هذا الحزب في فرنسا مع أنه يميني متطرف؟ يعني بالفعل هذه أسئلة جوهرية، لماذا في بلد مثل فرنسا يتم صعود اليسار ليس بصيغته الماضية بل بصيغة قيادة راديكالية، السيد ميلانشون من أقصى اليسار، كما في اليمين نحن كان عندنا شيء اسمه إريك زيمور انتهى على ما يبدو، السيد لوبان وريثة الخط التاريخي لوالدها جون مارين لوبان، تمكنت في نقلة من الجمعية الوطنية إلى حزب التجمع الوطني أن تحقق هذه الأرقام. لماذا الآن؟ لأن هناك تراكم منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، ولأن هناك دوما ما يمكن أن نسميها أكباش فداء، أكباش فداء المهاجرين، أكباش فداء الإسلام، كل ما هو مزايدات، انعدام الأمن، الخوف من فرنسا التعددية، الخوف من الآخر، الخوف من أوروبا، عناوين الخوف، عناوين الرفض لمجرد الرفض، كل هذا متى يحصل؟ عندما يكون هناك أزمات. يعني التطرف دوما هو نوع من الغلاف للأزمات، أو نوع من المعبر عن الأزمات، وهذا التعبير يأتي من خلال هكذا التصويت. في هناك جانب من التصويت على طريقة وحصل بان الربيع العربي، المثل التونسي الشهير ديجاج بن علي، يعني اذهب بن علي، ارحل بن علي، والآن وكأن البعض حتى يقول ارحل للرئيس بشكل أو بآخر. إذن هي سياسات ماكرون أيضا دفعت بعض الأصوات إلى اليمين. السبب في الموضوع للمتشددين، لميلانشون من جهة وللوبان من جهة أخرى. إذن هناك نقطة أخرى، السيدة لوبان حاولت أن تجعل من حزبها حزبا يدخل لعبة الحكم، يعني بدت وكأنها أقل تطرفا من أبوها. ولكن عندنا استنتاج مهم، انهيار في الأحزاب التقليدية التاريخية مثل الحزبين الاشتراكي والشيوعي لصالح حركة جديدة مع ميلانشون اسمها فرنسا الأبية أو فرنسا المتمردة، أيضا الحزب الديغول الشراكي التاريخي المسمى اليوم الجمهوريين بعد دخول الساركوزيين إليه، هذا الحزب تم تهميشه بالقياس للتجمع الوطني
أي من يريد أن يكون مع اليمين لا يكون مع ماكرون ولا مع الجمهوريين، بل يذهب نحو الأقصى نحو لوبان. إذا نحن أمام معادلة جديدة، معادلة نتيجة أيضا تلاعب سياسي. ماكرون من أجل الحفاظ على موقعه الوسطي أعطى الكثير لكي ترتسم قطبية ثلاثية أساسية ما بين الوسط الماكروني واليمين المتشدد واليسار الأقصى، وكل هذا إذن يخلق نوعا من الاضطراب السياسي وإمكانية عدم استقرار سياسي في مرحلة لاحقة يمكن أن تقود لحل جمعية وطنية لإجراء انتخابات مبكرة أو لنوع من المأزق داخل البرلمان. هذا كله مفهوم بالسياسة، ولكن أن تقول رئيسة الوزراء الحالية الفرنسية إليزابيث بورن أن نتائج هذه الانتخابات هي خطر على البلاد، ما الذي تقصده بهذا الخطر؟ هل هو مجرد الهزيمة يعني في الانتخابات دفعها إلى تعظيم الصورة والخسارة، أم أن بالفعل كلامها دقيق توافق علي أنه خطر على فرنسا؟ الهزيمة أو النكسة ليست فيها الخطر. في السياسة هناك دوما كسب وخسارة، هناك نصف نتائج أو نتائج كاملة، لكنني نعم أعتقد الخطر هو في عدم الاستقرار، الخطر هو في أن تتحول الجمهورية الخامسة إلى جمهورية رابعة، كما نرى في إسرائيل مثلا اليوم. في إسرائيل نتيجة النسبية لن يصمد الائتلاف الحاكم، سيكون هناك انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم. إيطاليا عودتنا على هكذا نموذج من الحكومات، لا تعمر الحكومات في إيطاليا لأن نظام النسبية. هنا في فرنسا الأدهم من كل ذلك أننا ومع أن النظام أكثر مع دولتين نصل إلى نتيجة أشبه بنتائج النسبية، فكيف بالحري لو كان النظام الانتخابي المعتمد هو النظام النسبي؟ عند ذلك سيكون البرلمان مشتت أكثر، يمكنني أن أقول متشظي أكثر، شظايا بدل أن يكون كتل. كل هذا يخلق تحديات الآن أمام فريق الرئيس ماكرون في إمكانية تركيب أكثرية قادرة على الحكم، في الجواب على السؤال هل سيحل الجمعية الوطنية ويلجأ إلى انتخابات مبكرة حالا أو سينتظر سنة من الزمن أو أكثر. نحن أمام أسئلة جوهرية، حتى حزب مينوشون بدأ اليوم الصراع بالمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء بورن مع أنها نجحت في الانتخابات، لكن عندما رأى الكثير من أقطاب فريق ماكرون والكثير من الوزراء قد فشلوا، لابد إذن من إجراء على الأقل تعديل انتخابي. إذن ندخل في مرحلة جديدة فيها شد أعصاب بين الأطراف السياسية، فيها مباحكات وليس فيها تحالفات واضحة، لأننا أمام مجلس دون أكثرية حاسمة. زيد إليك من جديد، قانونيا هل يجب تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية هذه؟ وهذا يأخذنا إلى ما مصير الحكومة الحالية. بحسب الدستور الفرنسي عزيزي، طالما أن رئيسة الحكومة كانت مرشحة ولأن رئيس الحكومة نجحت، إذن وفق الدستور وفق القوانين لا ينبغي الإطاحة بالحكومة. لا يشترط، لا يشترط حكومة جديدة. لا يشترط نهائيا حكومة جديدة، هذا لأن إليزابيث بورن كانت مرشحة. السؤال هل لو كانت إليزابيث بورن لم تكن مرشحة؟ نفس الإجابة. الآن الحكومة الفرنسية وفق القانون يمكنها الاستمرار، فقط الوزراء الذين سقطوا قدموا استقالتهم، وبالمناسبة اليوم وزيرة الصحة بريجيت بوفينيو عددهم خمسة صحيح؟ ثلاثة وزيرات عزيزي، هم من الذين لم يستطيعوا النجاح، ثلاثة وزيرات وزيرات دولة لم يتمكنوا من الفوز، وبالتالي بدأت اليوم وزيرة الصحة اليوم أعلنت استقالتها بشكل رسمي. طيب ميلانشون قال أنه يعني اتحاده سيتجه إلى التصويت لاحقا على سحب الثقة من هذه الحكومة، تتوقع هكذا خطوة فعليا؟ وماذا يترتب عنها؟ ميلانشون عودنا دائما على التصريحات الشعبوية، في بعض الأحيان تكون تصريحاته مخالفة للنظام ومخالفة للقانون. هذا الشخص الذي قال منذ فترة الشرطة الفرنسية تقتل، وما لهذه الكلمة من تداعيات وارتدادات سلبية تهيج الشعب. بس هنا يتحدث ضمن القانون، يعني من حقه وقتلته في البرلمان أن يتقدموا بمثل هكذا مشروع
ولكن وطرحه للتصويت. في الدستور الفرنسي هناك مبدا اسمه موسيون دو سانسور، حق حجب الثقة، لكن حتى تتمكن من حجب الثقة عن الحكومة أنت بحاجة إلى أكثرية مطلقة، يعني أنت بحاجة إلى 289 نائب. تحالف اللي هي 50 زائد 1. 289 زائد 1، لكن تحالف جان لوك ميلانشون 131 صوت، ليس بإمكانه أن لا يطيح بالحكومة ولا أن يحجب الثقة عنها. إذن من هنا أريد أن أقول أنه تصريح جان لوك ميلانشون اليوم حول نواياه في الإطاحة برئيس الحكومة كلام فارغ لا قيمة له، لأنه حتى يتم. بس ما أدرك أنه بقي الأحزاب مثل بعض الجمهوريين أو حزب لوبين لن يصوتوا أيضا في حال طرح مشروع إسقاط الثقة عن هذه الحكومة. في هذه الحالة عزيزي أنت بحاجة إلى إجماع جميع أحزاب وتكتلات وتيارات المعارضة. هذا وارد ولكن صعب جدا. أنت بحاجة إلى 289، يعني بحاجة أنت لتحالف الأحزاب اليسارية، وبحاجة إلى حزب مارين لوبين، وبحاجة إلى حزب الجمهوريين. لكن السؤال الثاني اللي هو عميق وجوهري أكثر، فيما لو أقيلت إليزابيث بورن وفق الدستور الفرنسي عزيزي، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون من صلاحياته أن يسمي ويأتي برئيس الحكومة الذي يريد، حتى ولو كان هذه مفارقة ونقطة مهمة جدا لابد من ذكرها على تلفزيون أوريان، حتى كانت يتم ترددها بشكل خطأ حتى في بعض وسائل الإعلام الفرنسية وفق الدستور الفرنسي. حتى ولو بس ما أهمية اليوم أن يأتي الرئيس برئيس حكومة هشة لا تحظى بأغلبية مطلقة وتواجه عقبات في البرلمان بسبب المعارضة. أوكي، هذا الكلام بالسياسة مقبول، ولكن دستوريا أنا الآن أعطيك معلومة، في الدستور وفي القانون الفرنسي رئيس الجمهورية غير ملزم على الإطلاق بتسمية رئيس حكومة من الأكثرية السياسية أو من الأكثرية البرلمانية. أوكي، واقع الحال يقول بأنه حتى لا تتعرض هذه الحكومة إلى حجب الثقة أو إلى التعطيل أو إلى المماحكة يمكن أن يلجأ من الأكثرية، لكن وفق الدستور رئيس الجمهورية يحق له اختيار رئيس حكومة من أي طيف من أي تيار، حتى ولو كان خارج حتى ولو كان من خارج الأحزاب الممثلة في البرلمان الفرنسي. لذلك ما قاله ميلانشون اليوم حول رغبته في حجب الثقة والإطاحة بالحكومة كلام لا قيمة له، لأنه هذا القانون هذا المبدأ حتى يتم تنفيذه أنت بحاجة إلى أكثرية مطلقة، وهي بعيدة جدا عن تحالف الأحزاب اليسارية التي يقودها جان لوك ميلانشون. دكتور خطر أبو دياب، عود إليك من جديد، بس كمعلومة اليوم مشروع أي قرار أو تصويت على أي شيء يطرح في البرلمان كم يحتاج من بالمئة كنسبة؟ يعني لم أكن مخطئا، هو يحتاج إلى الأكثرية 60% يعني مثلا، هناك هذه المرة أكثرية على القطعة، لكن ليس بالضرورة الغالبية المطلقة، يمكن أكثرية الحضور، أو إذا بعض المرات كان هناك تفويض أكثرية مجلس النواب أي النصف زائد واحد، إلا في القضايا التي تمس التعديل الدستوري، تمس الدفاع والسيادة والسياسة الخارجية، فهنا ثلثين، وهذه الأمور من المفترض ألا تخضع دوما لعمليات تصويت، عقد معاهدة أو أعلان حرب إلى ما هنالك، هذا شيء استثنائي. في الإجمال التصويت المطلوب هو نصف زائد واحد، وهذا برأيي يمكن أن يكون هناك اتفاقيات على القطعة وأكثريات على القطعة، لأن هذه الأكثرية ستكون أكثرية أيضا متحركة. هل نحن أمام قدم استقرار سياسي في فرنسا دكتور خطار مع تغير المشهد السياسي بشكل عميق كما يبدو أو يراه البعض؟ سيتوقف ذلك على كيفية إدارة اللعبة. إذا تمكنت رئيسة الأكثرية المفترضة التي تسمى الآن إليزابيث بورن وهي رئيسة الوزراء الحالية من تشكيل حكومة مع أكثرية جديدة، وكان لهذه الأكثرية برامج أو نهج مشترك، مثلا اليمين مع اليمين الوسط وبعض المستقلين أو بعض اليساريين، يمكن لذلك إذن أن ينتج في البرلمان تصويتا من الائتلاف الماكروني زائد اليمين التقليدي زائد بعض المرات أصوات من اليسار المستقلين أو من وسط اليسار أو من بعض العناصر المناصرة للبيئة. نحن هنا أمام
نوع من كما قلت تركيب أكثرية لكل مناسبة أكثرية، لكل قانون أكثريته. مثلا بالنسبة لأوروبا يمكن أن يكون هناك نهج مشترك بين الخضر والاشتراكيين واليمين وائتلاف ماكرون في قضايا أخرى حول سن التقاعد أو حول مسائل تتعلق بالإصلاح في الداخل، يمكن أن تكون الآراء متضاربة وليست كلها على نفس الخط. هل من عوامل خارجية محيطة مثلا كالحرب في الحرب الروسية على أوكرانيا، أي تأثير اليوم على الناخب الفرنسي على ظهور هذه النتائج غير المسبوقة دكتور خطار؟ يعني بالطبع يؤثر ذلك، لكن ليس ذاك التأثير الحاسم. لو كان الناخب الفرنسي يهمه صورة فرنسا الدولية، الرئيس ماكرون تعمد أن يؤخر حملته بسبب اهتمامه بالمسألة الأوكرانية. الرئيس ماكرون زار رومانيا وبولغاريا بين دورتين وكأن ذلك مخطط له، وزيادة على ذلك قام بزيارة أوروبية رباعية إلى أوكرانيا، لكن كل هذا لم يدفعه. الناخب الفرنسي عقبه ويطلب منه الاهتمام بالداخل أكثر من تكريس الكثير من وقته للخارج. ولكن في مطلق الأحوال في هذا الموضوع، موضوع التوازنات ما بين الداخل والخارج، هناك لكل رئيس جمهورية في فرنسا مجالا حصريا في السياستين الخارجية والدفاع. لكن وجود معارضة كبيرة من هذا النوع، إن كانت من اليمين المتشدد أو من اليسار الراديكالي، سيحفز الحكومة، أي حكومة تشكل، على أن تكون براغماتيكية ومرنة ولا تطلب مجابهات دائمة في البرلمان يمكن أن تعرض فرنسا لاهتزاز في الثقة. برأيك ماكرون وحكومته وائتلافه أين أخطأ أكثر شيء ما أدى إلى تراجع شعبيته فرنسيا؟ يعني بالفعل كما قلت سابقا، ماكرون هذا نصف تفويض وليس تفويض. تم تزكيته لرئاسة الجمهورية، لكن في الانتخابات التشريعية الإنذار كبير جدا. أظن أن ماكرون أخطأ بابتعاده عن الناس، كان أسلوبه أسلوبا نابليونيا بعض الشيء. فكر أنه قادر على إدارة البلاد مثل جنرال شارل ديغول، أي ذاك الملك الجمهوري. الأيام ليست نفسها، الشخصيات ليست نفسها. ومن ناحية أهم، لابد أن انعكاس الوضع الاقتصادي بعد حرب أوكرانيا وتأثر القدرة الشرائية، كل هذا أيضا ألقى بظلاله على هكذا انتخابات. أيضا عدم قدرة ماكرون على بناء تحالفات واسعة بالرغم من وعوده التي قدمها للفرنسيين، كل هذا أعطى نظرة عنه أنه يريد الاستفراد بالحكم. أتى التصويت العقابي. هل مازال يطلق عليه دكتور خطار، على ماكرون أقصد، أنه رئيس النخب والأغنياء في فرنسا وليس عامة الشعب والفقراء والعاملين؟ بالطبع هو أطلق على نفسه، أو قيل أنه جوبيتر، يعني أنه يتعامل من فوق. عندما وصل المرة الأولى ذهب إلى اللوفر في استعراض ملكي. أعتقد أن ماكرون لم يكن بعض المرات واقعيا في معالجات الأمور. الآن هو رئيس دور الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا الشهر، لعب دورا وسيلعب أدوارا. هو يود الذهاب إلى موسكو لمفاوضة بوتين من جديد، يود أن يلعب دورا عالميا، لكنه هذه المرة مع هكذا تصويت أصبح مقيداً أكثر، أصبحت أوضاعه أصعب. وفي المقابل الفريق الآخر إذا كان سيناكفه كثيراً، يمكن لماكرون بعد سنة، بعد أقل بعض الشيء أو أكثر بعض الشيء، أن يقرر حل الجمعية الوطنية ويجرب حظه بانتخابات تؤمن له أكثرية مريحة لما تبقى من عهد. زيد، أعود إليك من جديد. أستاذ زيد العظم، الخيارات الأكثر ترجيحاً اليوم أمام ماكرون وائتلافه بعض هذه النتائج؟ الخيارات الأكثر عملية بالنسبة لماكرون الآن التوجه كما قلت لك إلى أشباهه وأشباه تحالفه أو تياره لدى حزب اليمين
ولدى الأحزاب اليسارية المعتدلة. هو بكل الحالات يعلم أنه لا أشباه له لدى اليمين المتطرف، سيلجأ من الآن، سيكثف العمل، سيطلب من كوادر حزب النهضة، الاسم الجديد لحزبه، بالتواصل مع النواب أو الشخصيات الموجودة في الحزبين التقليديين، الحزب اليمين والحزب اليسار، من أجل تحالف جديد داخل البرلمان. بالأمس رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن أطلقت على التحالف الجديد وتحالف العمل. تحالف العمل الآن ربما يكون بحكومة موسعة، بمعنى أنه يمكن توزير عدد من الأشخاص أو عدد من الشخصيات السياسيين في تلك الأحزاب التي يريد ماكرون التقرب منها من أجل تأمين أكثرية جديدة. لكن لا نفترض الأسوأ، لنفترض أن ماكرون لم يستطع إقناع أو استقطاب أولئك الشخصيات من الحزبين التقليديين، هل سيترك فرنسا في ما يعرف بالكوابيتاسيون أو التعايش؟ هذا التعايش سيؤدي إلى الجمود. ربما يستخدم حقه في الدستور وصلاحياته في الدستور الفرنسي في حل الجمعية الوطنية ودعوة الناخبين إلى انتخاب جمعية وطنية جديدة، ولكن هذا الحل أيضا هو حل يعني سيكون كما يقال آخر الطب الكي، لأنه سيتريث كثيرا. ربما يكون لهذا القرار تداعيات أسوأ، كما حصل مع جاك شيراك أعتقد بال95 عندما حل الجمعية الوطنية أملا بنتائج أفضل في الانتخابات القادمة، لكن كانت النتيجة أسوأ من الانتخابات السابقة. يمكن لرئيس ماكرون الآن، لنعود إلى السيناريو الأول، في إقناع المحازبين في اليسار واليمين التنازل عن بعض الشروط. أهم هذه الشروط هي رفع سن التقاعد. في مرحلة الانتخابات التشريعية الموضوع الأهم الذي كان محط الخلاف لدى كل الأحزاب والتيارات والشخصيات حتى وسائل الإعلام كان سن التقاعد. اليوم سن التقاعد 62، الرئيس ماكرون وتياره وتحالفه يريدون جعل سن التقاعد 65، الأحزاب اليسارية تريد جعلها 60. أوكي، إذن ويبدو أنه من سيستطيع ماكرون استقطابه زيد؟ ما الذي يمكن أن يقدمه له ماكرون غير موضوع بعض القوانين وتغييرها؟ هل من الممكن إعطاء حقائب وزارية لمن سيتحالف معهم حزب ماكرون في طبعا الحكومة الحالية أو في أي حكومة جديدة؟ شوف، بال2017 عندما أتى ماكرون شكل حكومة أسند مقاعد وزارية إلى شخصيات يسارية، وأسند مقاعد وزارية إلى شخصيات يمينية. ماكرون المعروف عنه أنه إنسان مرن، يتعامل مع السياسة بمنتهى البراغماتية والمرونة، ويسند يعني بحكومة 2017 وزير الدفاع وزير الخارجية كان يساري، رئيسي الحكومة كان يميني، وزير الصحة كان يساري. لا يحمل أيديولوجيا حزبية الرئيس ماكرون. يمكن في سبيل استقطاب شخصيات من أجل تشكيل أكثرية جديدة، نعم يمكن أن يمنح حقبات وزارية، ويمكن أن يقدم أكثر من ذلك المرونة والتنازل عن بعض المشاريع التي ينوي تحقيقها. على رأس هذه المشاريع هي سن التقاعد والإصلاح الجديد الذي يريد تطبيقه ماكرون، الذي أيضا كان سبب إشكالية مع الأشخاص أو التيارات اليسارية، هو العمل، إلزام من يحصل على المساعدة الشهرية بالعمل 15 ساعة بالأسبوع. الشخصيات أو التيارات اليسارية رفضت هذا الاقتراح، الرئيس ماكرون ظل متمسكا به، علما أني أنا شخصيا أراه مناسب وجيد. لابد من تشغيل أو تدريب أو تأهيل أو إدماج من يأخذ أو من يحصل على المساعدة الشهرية. إذن الخلاصة اللي بدي أقولها، ماكرون في سبيل تشكيل أكثرية جديدة يمكن تقديم بعض التنازلات، وبالتأكيد سيمنح مقاعد وزارية إلى اليمين المعتدل واليسار المعتدل أو إلى أشباهه في التيارات السياسية المعارضة. طيب، بالحديث بالنقطة أثرتها حضرتك اليوم بالحديث عن العمال وحقوقهم وعدد ساعات العمل وما إلى ذلك، لفت انتباهي وأنا أتصفح اليوم نتائج هذه الانتخابات وزيرة
فازت ومدعومة على ما أظن من ميلانشون، كانت تعمل عاملة نظافة في أحد الفنادق واسمها راشيل كيك أو كيكي، لست متأكد من الاسم، هي من أصول مهاجرة. إن كان لديك أي معلومات وكيف استطاعت أن تصل وهي بدون خبرة سياسية من عاملة تنظيف إلى نائبة في البرلمان؟ نعم، هذه وزيرة سابقة. حضرتك سألت سؤال، سألت الدكتور خطار سؤال وأنا أجبت عليه كتابة، أنه أين أخطأ ماكرون؟ ماكرون ربما خطأه أنه المرشحين إلى الانتخابات التشريعية لم يكونوا كثيرا ملتصقين بالناس، على عكس، وهذا هنا بالسياسة ميلانشون خصم، ولكن يجب أن نعترف أو بالتقييم حتى أو بالتحليل أن مرشحين ميلانشون كانوا على مسافة قريبة جدا من الناس، ملاصقين لهمومهم، يعلمون بالضبط كل مشاكلهم. هذه النقطة كان لها أثر إيجابي لا سيما في هذه الوزيرة، بغض النظر من ذهب لينتخبها لم ينتخبها لأنها تحمل شهادات، لا يريدها أصلا أن تحمل شهادات أو أنها بروفيسورة أو أنها، على الإطلاق هو يريد نائب يعيش هموم الناخب من أجل إيصالها إلى المسؤولين للعمل على حلها. الفكرة كان، وهذا ما حصل على ما يبدو مع راشيل بالضبط. واليوم لو سألتني أين ما هي الأخطاء التي ارتكبها فريق الرئيس ماكرون في اختيار المرشحين، أقول لك أنه اختيار المرشحين لم يكن صائبا كثيرا، من وجهة أن المرشحين تحالف الرئيس ماكرون لم يكونوا على مسافة قريبة من الشارع، ومن الناس وهمومهم. بالضبط، لم يلامسوا همومهم، بينما بالمقابل عندك مرشحين ميلانشون كانوا على مسافة قريبة جدا من هموم الناس. مفهوم واضح. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ زيد العظم، المحامي والباحث السياسي من باريس. كما أشكر الدكتور خطر أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس من العاصمة الفرنسية. شكرا لكم على المشاركة. الشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.